هلا من وين بدي اجيب الريزولوشن؟ في عندي ريزولوشن خطيه. اذا هون انا بدي 5 مليمتر بير ستيب اللي هي تساوي 0.005 مش هيك؟ متر بير ستيب مضبوط؟ قسمت على 1000. هلا انا ايش عندي الزاويه؟ 1.8 مش هيك؟ فهو لما يمشي ستيب واحده قديش بلف المحرك؟ 1.8 ايش بقدر اطلع؟ هي تطلع على الدائره المسافه الخطيه اللي بتحركها. هاي المسافه الخطيه اللي بتحركها كم سبح نحتاج هاي الزاويه. لو كانت هذه 1.8 degrees قديش المسافه هاي راح تتحركها من هون؟ اه 1.8 هاي انت بدي هاي تكون 0.005 متر. الكل فاهم شو المساله شو السؤال؟ ايش اللي مجهول هون؟ اوكي فمنها بقدر اطلع بغض النظر عن عدد المسننات. تذكروا مره حكينا المسنن عدد المسننات ما بتاثرش عندي هون لانه انا عندي هيو عندي انا الريزولوشن بير ستيب. ريزولوشن بير ستيب 0.05 ملم. اذا ايش القانون بقول؟ ار في ايش بضرب حتى يطلع معي طول الار بس الزاويه ايش لازم تكون؟ اذا ار مضروب بثيتا ان راديانز راح يعطيني الديستانس هذه دي او الارك هذا طول الارك اللي هون. هلا ثيتا بدي احولها 1.8 بتصير عندي 1.8 على 180 في باي مضبوط؟ هاي دي مش الارك ايش هي عفوا؟ 1.8 دي مش الارك هذه ثيتا 1.8 ثيتا فصار عندي هلا 1.8 على 180 في باي راح يطلع معي الزاويه ان راديانز مضبوط؟ ثيتا اللي بتطلع قديش 1.8 بيطلع معي ثيتا وانا حاططها كرقم هون مش حاسبها. طيب مش مشكله هاي بتطلع معي ثيتا ان راديانز. هلا بدي اطلع ار. ار مضروب في ثيتا. ار في ثيتا اللي هي 1.8 على 180 باي هذه راح تعطيني ديستانس اللي هي 0.005. اذا ار قديش تطلع معنا ار؟ 0.15 هي بالضبط عندي هون قديش انا حاططها؟ هي 318 مش هيك؟ فبتصير 0.159 مضبوط؟ 6 تقريبا. اذا هذا ايش اعطاني؟ لو جيت لهون على طبعا هذا هون لانه فيها مسننات ايش اللي بدنا ناخذه؟ هاي لها حسابات خاصه وين بالضبط الريدس مش الحد الاعلى ولا الحد اللي هذا بياخذ تمام. اذا هذه هون راح تعطيني هاي. اذا فاي هلا عادة المهندسين بحبوا يتعاملوا مع فاي مش الريديوس لانه فاي شيء بقدر اقيسه ففاي راح تكون 0.318. هي حددنا قطر هذه قطر هاي البنيون مضبوط هذا الدايمتر.